السلام عليكم. قررت رابطة الكرة المحترفة الأربعاء إعادة ضبط أجندة ما تبقى من عمر بطولة القسم الوطني الأول. جاء ذلك بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام انطلاقا من هذا الخميس، ترحما على شهداء الحرائق التي اندلعت في عدد من ولايات الوطن. وهكذا ستلعب الجولة المقبلة رقم 36 الاثنين القادم بعدما كانت مبرمجة يوما من قبل، وتشكل جدول الشطر الأخير من بطولة القسم النخبة كالتالي: في البداية مدية شبيبة القبائل 15 أوت، الأحد 15 أوت، مقرى تلمسان كذلك الأحد 15 أوت. الجولة 36 الاثنين 16 أوت 16 أوت. المقابلات المتأخرة عن هذه الجولة: شبيبة القبائل سطيف الأربعاء 18 أوت، سكيكدا ماغرا الأربعاء 18 أوت، تلمسان صورة الأربعاء 18 أوت، بلعباس مدية الأربعاء 18 أوت. الجولة 37 السبت 21 أوت، الجولة 38 وهي الأخيرة الثلاثاء 24 أوت، ثم المقابلة المتأخرة عن الجولة 30 سكيكدا شبيبة القبائل السبت 28 أوت.